رحمة الله تعالى وبركاته في هذا النقل المباشر لأطوار أطوار نهائية نهائي نصف نهاية نصف نهائية دوري مولاي الحسن في نسخته الثامنة. المواجهة كتبدا بفريق كوت ديفوار ضد فريق السنغال. كرة عن الفريق السنغالي، فريق السنغال بالأقمصة البيضاء والفريق الكوت ديفواري بالأقمصة الخضراء. المباراة تجرى تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إطار فعالية دوري مولاي الحسن في نسخته الثامنة. كرة عن الفريق السنغالي، ثلاثي التحكيم هو أسماء بالخضراء وبالحاج عبد اللطيف. السلة الأولى لفريق السنغالي. حملة جديدة للشاب المتألق اللي أبان عن كفاءة كبيرة في المقابلات السابقة. خطأ على اللاعب رقم 6 ديفواري، فعلا عليه الحكم بن الحاج عبد اللطيف. تغيير أول في صفوف خروج اللاعب رقم 7 ودخول اللاعب رقم 5. رمية حارة كرة لاتيرال. مضادة سريعة. سلة زائد خطأ للاعب رقم 9. النتيجة الآن بعد دقيقة تقدم بثلاث نقاط. وسلة رائعة للاعب رقم 15 طويل القامة ما شاء الله. بداية حملة جديدة لمنتخب الفريق السنغالي واللاعب طويل القامة ديال كوتي. حملة مضادة للاعب رقم 10 يوسف أبو كادر وسلة. النتيجة الآن هي 6-3 لصالح الفريق السنغالي. ووقت مستقطع للفريق السنغالي الفريق الكوت ديفوار. وقت مستقطع كيطلبو مدرب فريق السنغالي.
الدرج في إطار فعالية دوري مولاي الحسن في دورته الثامنة. هذه مباراة نصف النهاية الأولى اللي كتجمع فريق الكوت ديفوار ضد فريق السنغال. فريق كوت ديفوار بالأقمصة الخضراء وفريق السنغال بالأقمصة البيضاء. رمية حرة للاعب رقم 9 تراوري ألفا. ما تنجحش تسجيل التسديدة الأولى. التسديدة الثانية ناجحة وتسديدة ناجحة للاعب تراوري ألفا. كتصبح النتيجة 7 نقاط للفريق السنغالي مقابل 3 نقاط للفريق الكوت. فريق سنغالي تنهج دفاع متقدم على طول الملعب من اجل ارباك فريق الخصم. اللاعب رقم 10 في خلال المباريات اللي سبقه بين على مستوى السديده الاولى ناجحه يوسف ابو بكر. يوسف السديده الثانيه الى ان وقع العملاق ديارة في اللاعب ديارة على الرغم من عدم انه مازال مشاكش في الفرق حملة مضادة. هذا هو الاول تيكون في الدفاع واي كرة تشات صد. هذا اللاعب هذا ما خصناش نبقاو نحسبوا له شحال تيماركي خصنا نحسبوا له شحال من صد. الهجمة 24 دفاع متقدم السنغالي تقدم كيشكل صعوبة بالنسبة لك هنا غيكون بعملية صد 100% ممنوع وسلة ديالها. من اللاعب رقم 10 كذلك وتغيير في صفوف فريق كوت ديفواري. خروج اللاعب رقم 11 ودخول اللاعب رقم 10. سلة للاعب رقم ما تيخليش يطلع من المنطقة ديالو. كرة عند المنتخب فريق كوت ديفواري كما قلنا ما تيعاجز انه يصعد ديفواري.
انه يطلع كره من نصف الميدان الدفاعيه المتقدمه التي يقوم بها الفريق السنغالي. محاوله تسجيل ثلاث نقاط. لاعب رقم 5 للاعب السديه الاولى ما وصلش للسيرسو السنغالي باش انه يطلع من الميدان ديالو. نلاحظوا انه الفريق كوت ديفواري حتى هو ولا كيصنع الدفاع هذا ما كيفكاس بالنسبه للفريق السنغالي رقم 10 يستافد من خلاله يوسف أبوكار من رميتين ما كتسجلش. ودفاع المتقدم للفريق السنغالي. صد حتى فاش كينجحوا لاعبي فريق كوت ديفوار انه يمروا من الدفاع المتقدم تيلقاو واحد وعملية افتكاك للاعب رقم 5 كيتمكن خلالها من تسجيل سلة. شكل واحد ارتباك للفريق يخرج من المنطقة ديالو تيلقى ديارة فوركيت تحت السلة اللي كيمنع تحت الرعاية السامية السادس نصره الله ينظم هذه النسخة هذه اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الفروق فريق منظم اتحاد توارقة ياسير جواد كمدير تقني للدوري كي معاه عبد السعيد وعبد الناصر بن غموش. تقني بالنسبة لميقاتي مازال تيعدل نتسنى واحد شي شوية كده انطلاق الجولة الثانية من مقابلة نصف النهاية اللي كتجمع فريق دوري مولاي الحسن وينظمه فريق بن غموش. جميع المباريات نهضروا على المغاربه كاين عندنا شريف عبد الاله ساره الحكام المرافقين لكل الفروق المشاركه. وقعت الميدان بعد تعديل الميقاتي. اللي اللاعب كما قلنا مازال فريق كما قلنا مازال فريق السنغالي كينهج الدفاع المتقدم ديالو. على اللاعب رقم 5 رقم 5 كاين عليه الحكم عبد الحاج
هجومي للفريق السنغال عند صانع الالعاب حملة سريعة لفريق كوت ديفواري تسديدة غير ناجحة ما يمكنش صانع ألعاب فريق سنغالي كيحاول تسديدة من خط ثلاث نقاط ما تيتوفقش وسلة ناجحة للاعب رقم الكوت ديفواري رقم 7 يعني اللاعب الكوت ديفواري تعامل مع الكرة بنجاح يعني حملة مضادة لما وصل السلة ديال الفريق السنغالي لقى اللاعب الكوت ديفواري طويل القامة يعني ما دخلش عنده وقفوا شت عن بعد الحل بالنسبة للفريق الكوت ديفواري هو التسديد ولكن التسديد ماشي بأي طريقة خصو يكون التسديد بنجاح لأن تحت السلة خطأ على اللاعب تسديدتين حرتين للاعب يوسو خطأ الثاني للاعب الارتكاز السنغالي ديوسو ديدة الثانية ما كيتوفقش النتيجة لصالح الفريق السنغالي 21 نقطة مقابل 11 دفاع واحد
كوت ديفواري. حملة مضادة للفريق السنغالي وبناء الهجمة من طرف صانع الألعاب فريق. حملة مضادة للفريق، لا والو ما كتنجحش، وكتوصل وخطأ على اللاعب رقم 5 كيجني من خلالها اللاعب تراوري. رميتين لا كرة خارج الملعب. ما كاينش واحد البناء هجومي للفريق الكوت ديفواري، كنلاحظوا عشوائية في اللعب. مازال المنتخب الكوت ديفواري ما لاقيش راسو، مازال يعني كيدوروا تائهين في الملعب. يعني هاد النقط، هاد 11 نقطة اللي مركاو، إلا جيتي تشوف يمكننا نقولوا بأنها تمركات يعني ماشي تحت على اثر بناء هجومي او لا. كرة بين اثنين كيستافد من الفريق الكوت ديفواري. الخطأ الثاني للاعب السنغالي رقم 10. عجز كلي للفريق الكوت ديفواري على انه حتى انهم يمروا كرات بيناتهم تيجدوا في صعوبه نظرا للدفاع اللصيق اللي كيقوم به الفريق السنغالي على طول الملعب. تسديد لا ما توصلش. مشاهدي الكرام اسعد الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى هذه التغطية الحية والمباشرة للدوري الدولي لولي العهد الامير مولاي الحسن. شرف التنظيم نادي الاتحاد التورقي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. اذا كما قلت مشاهدي الكرام كتذكير بان هذه الدورة الثامنة ابرز الفرق المشاركة: كوت ديفوار، السنغال، فرنسا، اسبانيا، المنتخب الوطني الفتيان ومنتخب عصبة الصحراء ودنون والنادي المنظم الاتحاد الرياضي لتورقة وبمشاركة كذلك أكاديمية تيبو الدار البيضاء. البلدان الأوروبية الإفريقية عفوا مشاهدي الكرام هي ضيفة شرف الدورة الثامنة هاته من هذا الدوري الذي ينظم بمناسبة الذكرى 14 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. كما قلت سابقا أسوة بهذه المباريات، الهدف من هذه الدورة لهذه السنة هو تكريس الإرادة الملكية حول التعاون جنوب جنوب وضمان الانفتاح وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة المختلفة والتعريف بكرة السلة والتوسيع ممارستها. إذن اليوم نصف النهائي الفريق كوت ديفوار وفريق ممثل دولة السنغال. معي في تحليل مجريات هذا اللقاء والنصف النهائي عادل العمري، السيد عادل العمري الإطار الوطني الذي قام بتحليل معطيات الربع الأول والربع الثاني. إذن لا بأس أن أذكر بأننا نعيش
دقيقتين وتسعة وأربعين ثانية عن نهاية الربع الثاني، 25 نقطة لفريق السنغال و13 نقطة للفريق الإيفواري. عادل العمري أتمم مجريات هذه الدقيقتين المتبقيتين، تفضل. مرحبا بك. الله يرضاك فيك. كما قلنا في سابقا، مازال الفريق السنغالي في النهج ديالو الهجوم الدفاع المتقدم اللي كيربك الفريق الكوت ديفواري وما تيخليهش يبني الهجمات ديالو. كما كنلاحظوا انت، كل سله سهله بعد استخلاص الكره على اثر الدفاع المتقدم، عاوتاني دفاع متقدم واستخلاص كره وهجمه سريعه. اذا البحث عن ثلاث نقاط للفريق الايفواري، اذا البحث عن ثلاث نقاط للفريق الايفواري، اذا داخل انسلال نحو السلام، البحث عن تقليص الفارق وزيادة الفارق للفريق السنغالي. تقليص الفارق 13 نقطة 15 نقطة مقابل 25 للفريق الإيفواري. إذا تقدم ملحوظ الفريق الإيفواري على حساب الفريق السنغالي ب 25 نقطة على 15 نقطة. تفضل أتمم. عادل العمري، كرة للفريق السنغالي والمدرب السنغالي كيطلب وقت مستقطع نعم من اجل التركيز مطالبة اللاعبين بتركيز اكثر، لانه كنلاحظوا بان الجولة هذه على الرغم من ان بقات فيها غير دقيقة ونص، ما شفناش فيها شي بناء هجومي صريح لا الفريق كوت ديفواري ولا الفريق السنغالي. والملاحظه اللي كنقولوها وكنعاودوا نرجعوا لها هو انه مازال الفريق الكوت ديفواري عاجز تماما على انه يدير بناء هجومي صريح داخل الميدان. اذا على سبب اللم الدفاعي للفريق الإيفواري، لم الدفاع ولا المتابعة الدفاعية التوقف؟ سميتو ما تمكنوش بأنه يكون عندنا لم دفاعي أو لم هجومي، لأنه الفريق السنغالي أنت كما كنشوفو تنهج واحد الدفاع متقدم على طول الملعب اللي ما تيخليش الفريق الكوت ديفواري انه يتجاوز نصف الميدان ديالو. هانتايا على التمريرات الحاسمه خدا ليه كره مشى سير بلاس لوباني. اذا الدفاع رجل لرجل للفريق الايفواري السنغالي، الفريق السنغالي على طول الملعب غادي نمشيو غادي نتابعوا المتابعات ديال الفريق الايفواري لانه استرجع في النتيجه. لان 17 نقطه فريق الفريق السنغالي الان، يعني كياخذ الاريحيه على الرغم من انه تياخذ الاريحيه ما كاينش انت ما كاينش لا ريوسيت. نعم. تيمشي وتيبني واحد الحمله هجوميه كيبنيوها مزيان ولكن لا ريوسيت في التسجيل مازال ما كايناش عند السنغال. اذا رميتين حرتين للفريق السنغالي، هل سيثمر ام نقاط وبذلك ستكون نقطة. هناك نقطه إضافية للفريق السنغالي 28 نقطة مشاهدي الكرام، الفريق الإيفواري 17 نقطة. دقيقة و18 تفصيلنا نهاية الربع الثاني. مشاهدي الكرام الانسلال نحو السلة للفريق الإيفواري، إذا هذا هجوم وتمريرات حاسمة للفريق السنغالي. البحث عن نقطتين، الانسلال نحو السلة، الكرة بين أنابيل اللاعب رقم 9. بدأ هناك هناك صد قوي للاعب رقم 7 للاعب رقم 9. كنلاحظوا بانه اللاعبين السنغاليين عندهم واحد الدفاع قوي في الدفاع اللي كيخليهم يستخلصوا كرات، لكن للاسف في الهجوم مازال ما كايناش ديك النجاعه. لو كان كانت هذيك لو كان كانت عندهم نجاعه هجوميه كره وصلنا لواحد 40 نقطه في هذه الجوله الاولى اذا بناء هجوم للفريق السنغالي. البحث عن نقطه الانسلال نحو السله، تضيع هذه الرميه. اذا البحث عن تقليص الفريق لفريق الايفواري، البحث عن نقطتين، اذا البحث كذلك هناك هجوم معاكس للفريق السنغالي. انسلال نحو السله،
مشاهدي الكرام أنتم الآن تشاهدون اللقاء النصف النهائي من الدوري الدولي لولي العهد الأمير مولاي الحسن. البقري دنا انسلال نحو السلة، نعم نقطتين ثمينتين للفريق السنغالي. تسجيل اللاعب لامين مباي، نعم نقطتين اضافيتين. تسجيل اللاعب ديانكو باتجي، اثنان وثلاثون نقطة للفريق السنغالي، 17 نقطة للفريق الإيفواري. إذن إلى هنا مشاهدي الكرام متابعينا ينتهي الربع الثاني. إذن في تحليل الربع الثاني الإطار الوطني، الإطار الوطني عادل العمري، إذن كتحليل لأطوار هذا الربع الثاني تفضل. الملاحظة اللي يمكننا نقولها على الربعين الأول والربع الثاني هو أنه النهج الدفاعي اللي تيقوم به الفريق السنغالي على طول الملعب تيشكل عائق كبير بالنسبة للفريق الكوتيفاري اللي كيعجز أنه يتجاوز نصف الميدان ديالو. وحتى فاش ما كيتجاوز نصف الميدان ديالو عامل القامة اللي كتوفر عليها العناصر منتخب الفريق السنغالي كيشكل صعوبة أنه اللاعبين ديال كوت ديفوار يسجلوا تحت السلم. على العموم يمكننا نقول بأنه مازال ما شفناش أنشيما هجومي لا الفريق السنغالي ولا الفريق الكوت ديفواري. نعم لاحظنا بأنه في الوقت المستقطع كان هناك نهج دفاعي للفريق الإيفواري في محاولته لتدارك النتيجة. نهج دفاعي للكوت ديفواري حاولوا بأنهم يلعبوا بنفس الطريقة اللي كيلعب بها الفريق السنغالي، أي أنهم يدخلوا من ويدافعوا من على طول دفاع منطقة متقدم، إلى أنهم الحنكة ديال صانع الألعاب ديال الفريق السنغالي واللاعب الجناح رقم 10 كيستطع أنه كيخترق يعني مساحة الأطراف كيخترقهم، عنده ميتريزاسيون مزيان ديال لو دريب كيستطع أنه يخترق الميدان كامل وتمشي. إلا أنه الملاحظة اللي كاينة هو أنه المنتخب السنغالي على الرغم من أنه كيستطع أنه يخترق النهج الدفاعي ديال الفريق الكوت ديفواري ما كاينش النجاعة في التسجيل. يعني شحال من كرة الفريق الإيفواري تنقصه النجاعة وكذلك في مقارنة لتدارك النتيجة. حتى كنشوفوا بأن مساحة الأطراف للفريق السنغالي ما كيخليش الفريق الإيفواري باش يخليش يلعب يدخل المنطقة. يعني هناك حتى دفاع المنطقة ودفاع رجل لرجل ودفاع منطقة متقدم يعني للفريق السنغالي يعني تفوق فهاد الخطط اللي كان كيدير. يعني كما كنقولوا الفريق السنغالي بدا في هذا الدفاع ديال المنطقه المتقدم دفاع رجل لرجل متقدم في بدايه المقابله ولقى بانه مسلكه لانه تيستخلص كرات بطريقه سهله وذكيه وتيمشي للسله ديال الخصم. يعني نقدر نقول غتبقى عامل النياقه ديال الفريق السنغالي هو اللي يقدر يحكم على نهايه ديال المقابله. اذا المشاهدين الكرام انتم الان نشكر السيد الاطار الوطني قبل المشاهدين الكرام بعيدا ابقوا معنا.
نتيجة الفريق السين الجامعة الملكية. فاضل أيوف الباب السيد وانسلالات من جديد على اذا ان شاء الله كان التوفيق والمرور الى الدور الاسباني مالاغا.